رحب سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعودة فريق الحرس الملكي بعد إنجازهم المهمة التاريخية بصعودهم إلى قمة جبال إيفرست بالنيبال. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الجميع فخور بما حققه رجال الحرس الملكي وتسجيلهم إنجازا تاريخيا يضاف إلى سلسلة إنجازات البحرين في مختلف المجالات، وهو دافع كبير في مواصلة حصد الإنجازات خلال الفترة القادمة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: إننا فخورون بما حققه رجال الحرس الملكي، هؤلاء أبناء الوطن الذين دائما ما يضربون أروع الأمثلة في التضحية من أجل اسم مملكتنا الغالية، حيث أن صعود الفريق إلى قمة جبال إيفرست ومكالمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لهم بمثابة الحلم الذي كنا نهدف إليه منذ فترة طويلة، ولله الحمد سجلنا إنجازا كبيرا لاسم البحرين. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نحن سعداء بأن يكون اسم مملكة البحرين حاضرا في احتفالات الصعود الأول لقمة جبال إيفرست، والذي يقام 29 من مايو من كل عام، ونقدم تحية لأبطالنا. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لجهود فريق الحرس الملكي طوال الفترة الماضية، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب فريق الحرس الملكي عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه الكبير لهم طوال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن هذا الدعم ساهم بتحقيق المهمة بنجاح. وعهد سموه أن يواصلون على رفع راية المملكة عاليا في كافة المناسبات والمهمات التي توكل لهم خلال الفترة القادمة.